أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها. نواب يحذرون الجهات التنفيذية من مخالفة النظم المالية. اليونيسف تعلن إجراء أول مسح جماعي متعدد المؤشرات بليبيا. والنيابة العامة تكشف عن عملية منظمة لتهريب الوقود للخارج. أصدر أعضاء من مجلس النواب بيانا حذروا فيه الجهات التنفيذية من مخالفة النظم المالية والقوانين المالية على خلفية تجاوزات من حكومة دبيبة في المصروفات المالية على الرغم من انتهاء مدة ولايتها على حد قولهم. وأضاف النواب أن المجلس يراقب الممارسات غير المسؤولة من قبل حكومة دبيبة، مطالبين باتخاذ إجراءاتها ضد ما سموه العبث بأرزاق الليبيين بحسب البيان. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إجراء أول مسح جماعي متعدد المؤشرات في ليبيا بالتعاون مع مصلحة التعداد والإحصاء وبدعم من الاتحاد الأوروبي بمبلغ وصلت قيمته إلى 1.5 مليون يورو على أن يجرى بين شهري أغسطس وأكتوبر المقبلين. تمكن أعضاء مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية من اعتقال 7 متهمين كان من بينهم شخص مشتبه فيه في حوزته قطع أثرية، حيث اعترف بحصول عليها من 6 أشخاص آخرين جرى اعتقالهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال لهم، وتمت إحالتهم مع المضبوطات إلى مكتب النائب العام للتصرف. أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس 3 أشخاص بتهم تهريب 20 حاوية بحرية محملة ب360 ألف لتر من الوقود إلى خارج البلاد، مضيفة أن التحقيقات كشفت وجود مخطط من قبل جنات يمكنهم من إخراج 100 حاوية تحوي كميات كبيرة من الوقود عن طريق استعمال وثائق مزورة. ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري الليبي لكرة القدم، تغلب الأهلي بنغازي على الاتحاد ب2-1، في حين انتهى لقاء الهلال بأبو سليم بالتعادل السلبي دون أهداف، كما حقق الأهلي طرابلس فوزا على النصر ب3 أهداف لـ1. نهاية النشرة وإلى اللقاء.